يا جماعة الهشغلات عم حملنا بس للمزح للمرح. إذا عجبكم هيك فيديوهات بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات، بتمنى كمان الاشتراك، وإذا بتحطوا لي لايك بكون كثير مشكور منكم. الهدف من قناتي يا جماعة إني شارككم الهوايات كلياتها اللي بلشت فيها من بعد 30. بتمنى أنكم تكونوا عم تستمتعوا معي وتتشجع، يكون هذا حافز لكم انكم تبلشوا هوايات جديده. حلوه يا جماعه، حلوه. ان شاء الله بالمستقبل اذا رحت لارنا فيها فعاليات اكثر وقدرت اصور، حاول اصور لكم وفرجيكم. ما بعرف ليش على هالزحليطه فتقت عندي مثل ما بيقولوا مشاعر الطفولة. ما تقدر تشبع منها الزحليطة. بدكم تعرفوني معلش. شوفوا المنظر، ما احلى منظر، جميل 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 جدا، جميل جدا جماعة. هوبلا، هلا بعد فترة بعد ما بزمناته نطيت من المتر اجت مرحلة النط من 3 امتار. اول ما جربته الموضوع كان كتير صعب، بس بعدين مرة بعد مرة تعلمت كيف نط وبطل صار صعب. الموضوع عم احكيه بس مشان حب احكي للناس انه مو عيب ابدا انك ما تعرف، العيب انك ما تتعلم. هلا انا هون على رنج بارتفاع 5 امتار. صراحة المنظر من هون شوي بيفرق عن المتر و 3 امتار نوعا ما، بده الواحد يتعود، بس اكيد ما بيخوف قد العشر امتار. العشر امتار عملته بصعوبة، طبعا لو كان في حواجز مثل هيك وراي بالعشر امتار ما كنت قدرت نط، بس الخمس امتار عادي بنقدر نحصلها رغم انه مخيفة. اهم شغلة بدي احكي لكم اياها، اذا بدكم تنطوا من 3 امتار 5 امتار او اي علو لا تفكروا كتير، كل ما انه طولتوا بالنطة كل ما زاد الخوف عندكم. يلا 1 2 3. للأسف ببرلين ما في فعاليات بالمسابح الصيفية كثير، يعني بأحسن الأمور بتلاقي مثلا زحليطة مثل هاي بأحسن الأمور. هاي يعني عاملين جهدهم الجماعة، متمنى الموضوع بالمستقبل يتحسن، بس رح نجربها هلأ سوا وتحكموا انتو إذا كانت موضوعها بيستحق ولا لا. الماء يتدفق. طبعا هي النوع من الزحاليط اذا تحاول تنزل عليها بدون ما يكون المي موجود رح يهترى جلدك، لذلك تاكدوا انه يكونوا مشغلينها قبل ما تقربوا عليها. رح نجرب. حلوة كثير، ممتعة. صباح الخير، اليوم جبتكم معي لفرجيكم المسابح الصيفية ببرلين واحكي شوي عن شو لما الواحد يفوت على المسبح الصيفي شو بالعموم لازم يتوقع، يعني شو الشغلات اللي ممكن يتوقعها وشو الشغلات اللي ممكن يعملها وشو الشغلات الممنوعة فيه، لأنه يعني حرام الواحد بيدفع رسم دخول أيامات ما بيكون بيعرف يسبح وبيتفاجأ بالواقع الموجود هون. هون غير كتير بلاد في كتير قوانين وقواعد محطوطة، طبعا هذا الموضوع كله لسلامة الضيوف
مسبح مثل هذا المسبح بيستقبل ايامات لحدود 6000 زبون باليوم، والعدد العاملين كتير قليل، فلذلك بيحطوا قوانين كتير صارمة بكل الاوقات تبقى متعامل فيها مشان يضمنوا موضوع سلامة العالم. اول شغلة مثل ما لنا شايفين هاي المسبح هون عنا. هلأ في مسابح بيبقى فيها زحاليط مثل هذا المسبح اللي هون، وفي مسابح بيبقى فيها رنجات مثل اللي هنيك اللي للنط. هذا المسبح مثلا فيه لحد 5 متر، بس اكثر من 10 متر رنج للنط ما شفت ببرلين. بالعموم بتلاقوا في منطقة عشب دائما موجودة. هاي منطقة العشب بتقدروا تجيبوا فيها مداتكم، تقدروا تجيبوا اكلكم، شربكم، خيامكم، الشي اللي بدكم اياه. بتحطوا تقدروا تشمسوا تحت الشمس، تقدروا تقضوا وقت تاكلوا هون، حتى مسموح التدخين هون على بالعشب، منطقة العشب. بس هون بالداخل الاكل بالعموم ممنوع، الشرب ممنوع، تحط مادة وتقعد ممنوع. المكان هذا بس يستخدم بالعموم لحتى الواحد يتمتع بالمسابح. مثل ما لنا شايفين هون المسبح رح يكون، هلا بحكي لكم المسبح بيبقى بالعموم المسبح بيبقى مقسم لاسمين، اسم للسباحين واسم للناس اللي ما بتعرف تسبح. معنات السباح بالعموم انك تعرف تفوش حالك، ما تظهر عليك اي مظهر من مظاهر عدم معرفة السباحة، نفسك تعرف تاخده مظبوط. في بعض المنقذين حتى بيحبوا يشوفوا انه الامان الكامل من الزبون اللي بيسبح، فسباحة صدر نظامية، يعني هي اضعف الايمان. الشغلة اللي بدي فرجيكم اياها عشان ما تطول كتير الجولة تبعي لانه المسبح كتير كبير، في شيء اسمه نشت سبرينغ فون دن زايتن، نشت فون دن زايتن سبرينغن، ممنوع النط. ليش ممنوع النط هون؟ لانه بالمسابح اللي ما مخصصة للسباحين هون العمق العمق من 60 ل 130 سنتي، بمعنى ان المسبح ما له غميق، اذا نطيت فيه رح تنزل على راسك بالذات بالنط الرواسي وتنصاب اصابات. فلذلك بالمسابح تبعيد اللي غير السباحين، ما بقول مسابح الاطفال، لانه بالمسبح الغميق ممكن نشوف اطفال صغار بيعرفوا يسبحوا، معهم شهادة اسمها هون سي فيتشن او حصان البحر، اللي المفترض يعملوا فيها بعض المهارات. هاي الشهادة بتخولهم انهم يسبحوا بالمسبح الغميق. طبعا مو بالعموم، لازم يكونوا طبعا عندهم امان بالمسبح. اول ما تفوت على المسبح في شغلة تانية كمان مهمة كتير، انك تنتبه للوحات او العلامات الموجودة، مثلا ممنوع التدخين، ممنوع الاكل الى اخره، وتشوف وين غير السباحين نشفمر بكن وين اشفمر بكن. طبعا اذا بتتخيل حالك انه مثلا تروح على تيجي مثلا تفوت على نشفمر بكن او على شفمر بكن ما تكون تعرف تسبح، وتلبس فواشات او تستخدم اي وسيلة المساعدة انه تفوشك، او انك تقعد على جنب المسبح، اغلب الظن رح يشوفوك بسرعة المنقذين ويطالعوك من المكان المخصص للسباحين. طبعا هذا الموضوع بس للحفاظ على حياتك. هلا المسبح بالعادة اللي شفمر بيكن بيكون غمائته اكثر من غمائة تمك، عرفت كيف؟ اغلب المسابح بين 180 متر او المترين. هون عندنا المسبح 50، مسبح الشفمر بيكن فيه 50 متر بغمائة مترين. الشغلة الثانية كمان اللي بيحطوها هي معلومات كل يوم بيعملوا لها تجديد عن درجة حرارة الطقس بالإضافة لدرجة حرارة الماء. في أيامات بيحطوا بس درجة حرارة الماء بالمسابح السباحين، مسابح غير السباحين. هلأ بمسابح النط اللي فيها الرنجات بالعموم أو دفات النط، بنشوف العمق بيكون بين 83 سنتي لل 4
امتار. هذا اللي هون اللي عنا 4 امتار غمقته. وفي شغلة كمان دائما بتبقى موجودة اللي هي علامات تحذيرية انه ما تنط من الجنب او اموعة مثل محطوطين هنيك. اذا ما شفتوا اي نوع من هالاموعة معناتها ما لازم تنطوا. الشغلة الثانية اللي كمان بدي احكي عنها هي موضوع النط من على الرنقات. موضوع النط من على الرنقات بتتم اما بسؤال حسب نوع المسبح، اما في بعض المسابح يحطوا اوقات معينة لانه ما عندهم وقت كتير يضلوا فاتحين طول الوقت، او بتطلب من المنقذين انهم يفتحوا لك النط. لما تشوف هاي العلامة جشبرت يعني مسدود معناتها انت ممنوع تنط. اذا شفت المكان مفتوح مثل هيك فمعناتها مسمح لك تنط. الشيء الاكيد ما تحاول تطلع على اي، ما تحاول تقيمها بنفسك او ما تحاول تطلع عليها تتخطاها بدون ما انك شو اسمه تسأل. يعني هذا العموم بيوفر عليكم حكي من الناس ومشاكل، عرفتوا كيف؟ طبعا الموظفين هون مخولين انه يطلعوك من المسبح او يطلبوا لك شرطة اذا رفضت الامتثال لكلامهم. فيعني بالعموم لا طرت حالك، عرفت كيف؟ سبرينجن من فندي سايتا معناته ما لازم الواحد ينط من الجوانب على طول. موضوع النط هون ما بتقدر تنط، يعني اذا مفكر حالك نوعا ما انك تيجي ضلك عم تنط مع الجنب تنط مع الجنب تنط مع الجنب، بالعموم هذا الموضوع غير مرغوب. اللوحات مثلا مثل هي اللوحة مكتوب مثلا ممنوع تمشي بهالمنطقة هاي بالبوتك الخارجي، ممنوع طبعا هاي اشارة الشحاطة هون معناتها بس بالشحاطة ممكن انك تمشي. الشغلة الثانية ممنوع التدخين، ممنوع الاكل، ممنوع رمي المخلفات، ممنوع الزجاج، طبعا الزجاج دائما ممنوع، الارجيلة والتسطيح بهالقرنة. المسابح الصيفية بالعموم بيبقى فيها مطاعم، مو مطاعم بمعنى انه مثل بوفيه صغير بيقدم سناكس خفيف او مأكولات خفيفة، مشروبات غازية والى اخره. موضوع المسبح الصيفي موضوع ممتع كتير. طبعا الشغلة الثالثة اللي حبيت احكيها اللي هي موضوع شو الشغلات المسموحة. نوعا ما القناع، غطاء قناع الغوص، قناع الغوص بالعموم بيبقى ممنوع باغلب الامور. خلينا افرجيكم المسبح. الشغلات اللي حبيت احكيها انه مثلا شو الشغلات اللي ممكن يجيبها معه ليتسلى الواحد. هلا بالنسبه لمسبح اللي شو اسمه مسبح غير السباحين، مسبح لك اغلب الشغلات، الفواشات الى اخره مسموحه ما في مشكله، الالعاب المائيه مسموحه ما مشكله. بس بالنسبه لمسبح السباحين كل شيء ممنوع تقريبا، بس نظاره السباحه. بعض الايامات بيسمحوا لك بادوات التدريب اللي هن مثل مثلا الكفات تبعيت الايدين او الجدافات تبعيت الرجلين، بالاضافه لموضوع الماسك تبعي السباحه مع شو اسمه مع الشلمونه اللي بياخذ فيها تبع النفس. ليش هلا هن بيمنعوا موضوع الشلمونه تبع النفس؟ طبعا هذا الموضوع له سبب. اذا طفل صغير سحب هواء سرعه نفسه تبقى اسرع من سرعه الكبير، وحجم الرئه تبعه صغير فبيسحب المي غميق كثير بالرئتين. هذا الموضوع بيسبب له تكون بالمي بالرئتين، وبعد فترة بيصير عنده فشل رئوي وممكن يؤدي فيه لا سمح الله للوفاة. هلأ هون في شغلة كمان كتير مهمة بموضوع المسابح. المسابح بالعموم التصوير ممنوع. بعض الموظفين بيتغاضوا عن موضوع التصوير. الشوي ممنوع، لعب الطابة ممنوع، حتى حاطين إشارة للموسيقى انك تحط موسيقى بموضوع بشكل عالي كله ممنوع. هلا بعض الموظفين بيتغاضوا عن بعض الامور، بس بالعموم اذا مفكر انك تيجي تصور فيديو لكل المسبح تصور العالم، هذا الموضوع بقانون الاتحاد الاوروبي بالعموم او بمثلا
بالنسبة لموضوع الأجانب، الموضوع ألمانيا بالتحديد، ما الألمان ما بيحبوا حدا يصورون، وهذا الموضوع ممكن يشكل مشاكل كتير، ممكن يشكل وجع راس. بتمنى تكونوا انبسطتوا بالجولة اللي أخذتكم فيها بالمسبح بأحد المسابح الصيفية هون ببرلين. بتمنى أنكم إذا عجبكم الموضوع تشتركوا بالقناة. طبعا قناتي أنا فيها موضوعات كتير مشكلة، مو بس درونات أو مثلا شغلة بحد ذاتها. فبتمنى منكم أنه تشوفوا كمان الفيديوهات التانية، وإذا عجبتكم القناة تشتركوا معي، وأنا كتير بفرح فيكم وكتير بفتخر بالناس الطيبة اللي عم تشترك معي واللي عم تصير جزء من القناة الكبيرة. طبعا هذا المساحات الخضراء كلياتها اللي عم فرجيكم اياها كلياتها تابع للمسبح، يعني انت اذا دفعت رسم الدخول بتصير بلب هالمنطقة. بالعموم اذا حضرتك فتت بطريقة غير نظامية مثل بعض الاطفال بيعملوا بينطوا من على الاسوار، اذا لقطوك مخالفتها 60 يورو، يعني ما في داعي يعني لهيك شيء. عرفتوا كيف؟ ما في داعي لهيك شيء. موضوع المخالفات اخر شيء لازم تفكروا شيء فيه، موضوع غير جميل، غير لائق، غير مرغوب فيه. شو الشغلات الممنوعة كمان هون؟ شوفوا يعني لازم تنتبهوا. بالعموم البوت جوا ممنوع، التدخين جوا ممنوع، الاكل ممنوع، العربايات الاطفال ممنوعة، الخيم جوا تنصبوها ممنوعة. بالإضافة إنه بيقدر الواحد على العشب يقعد. موضوع إذا صار عندكم إصابات أو جروح بالمسابح، في غرفة على طول لازم تدوروا عليها، هي موضوع اسمها غرفة البادا مايستر. بغرفة البادا مايستر أو المسؤول عن المسبح، هاي الغرفة بيبقى فيها غرفة إسعافات أولية، أو بتشوفوا شعار شعار الصليب الأخضر، بيبقى عبارة عن زائد بالأخضر، هذا الشعار هو عبارة عن مكان اللي فيه الإسعافات الأولية. إذا كان لازمكم أي مساعدة لا يعني لا تتباطؤوا بالطلب، جوا في الإسعافات الأولية، وإذا كان الموضوع كتير كتير خطير ممكن يطلبوا لكم سيارة الإسعاف. هذا الموضوع بشوفه كتير في عالم ما بتعرف انه في موضوع الاسعافات الاولية، فاذا واحد انجرح او واحد مثلا وقع او انفج بتلاقيه ما بيسأل او ما بيحاول يطلب مساعدة. هذا الموضوع كتير ضروري انكم تطلبوا مساعدة. اذا كان صار عندكم اي شيء له علاقة بموضوع جرح او شيء بالمسبح، في بغرفة البادا مايستر غرفة اسعافات او غرفة المسؤول عن المسبح غرفة اسعافات اولية. هاي الغرفة مجهزة دائما، حتى موضوع صوروا موضوع اذا سنك انكسر طلع من محله، خود سنك حميل سنك وروح لعندهم. في عندهم علبة فيها محلول بخلي السن عايش لفترة 24 ساعة، هذا متى ما حطيت بقلب منه السن دغري بتحجز موعد عند طبيب الاسنان بيرجع لك السن لمحله، يعني ما تخسر سنك. اذا وقعت وانكسر سنك روح حاول تطلب منهم علبة تبعية محلول السن. هي علبة كتير ضرورية، يعني حرام ليش تروح سن طبيعي من عندك، ليش تنصاب إصابة وتجرسم الجرح ويصير عندك مضاعفات. كتير هذا الموضوع بشوفه بناس بيجوا بس ما بيعرفوا بسبب انه ما بيعرفوا او بيستحوا.